شكرا زميلي تركي. عطشان يا حجازي زي من الاتحاديين كانوا عطشانين لبطولة منذ 2009 لما يتحقق الدوري تحقق بهذا الجيل. الحمد لله الحمد لله. يمكن تعبنا جدا الفترة اللي فاتت. الحمد لله تعبنا جدا الفترة اللي فاتت. كان موسم طويل، كان موسم كنا حاطين في دماغنا ان احنا ننافس على كل حاجة، والحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نحقق هدفنا الاول وهو الدوري. يمكن كان الواحد اول ما جه النادي كان الهدف الاول للنادي ان هو يرجع للبطولات ويرجع للمركز الاول. الحمد لله قدرنا، الإدارة طبعا وحتى بالمدربين اللي خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، بداية من كاريلي، مستر كاريلي وكوزمين الفترة السنة اللي فاتت، ربنا ما وفقناش ان احنا نحقق البطولة في اخر وقت، لكن قاتلنا ان احنا نخش الموسم الثالث واحنا هدفنا ان احنا نمشي بشكل تصاعدي ونمشي في خلال المشوار بتاعنا عشان نحقق هدفنا. فالحمد لله بمساعدة الإدارة والمدرب اللي عامل مجهود كبير جدا مع اللعيبة وتضحيات اللعيبة والأداء العالي جدا اللي خلال 30 مباراة واكتر، ان احنا قادرين نأدي بشكل كويس. الحمد لله الحمد لله قدرنا نحقق الهدف الاولاني عشان الجمهور ده كمان اللي معانا في كل مكان. فالحمد لله يعني الحمد لله هدفنا الاولاني للموسم اتحقق. يعني على الصعيد الشخصي احمد، انت لاعب قادم من الدوري الانجليزي، لك تجارب عديده، تاتي لفريق كان قبل فتره بسيطه، طبعا هو بطل العميد، جت له ظروف، كان السنه اللي راحت قاب قوسين، السنه هذه انت على الصعيد الشخصي تحدي كبير بالنسبه لك. طبعا طبعا كان تحدي كبير جدا من البدايه، ويمكن كان في كلام مع الاداره من اول يوم جيت فيه ان احنا عايزين نبني فريق وان احنا نحقق البطولات والمركز الاول اللي الجمهور ده ما بيقبلش غير بيه، فان هم يكون عندهم الصبر والقتال والحفاظ على اللعيبه اللي موجوده وتدعيم الفرقه. والحمد لله قدرنا نوصل للهدف في الاخر. يمكن كانت السنه اللي فاتت كانت صعبه على كل الناس بدايه من اللعيبه والجمهور، لكن الحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نتمالك شخصيتنا وان احنا نخش الموسم الثالث بهدف واحد بس وهو الدوري، وكان هدفنا الكاس وكان هدفنا السوبر، وان شاء الله ان شاء الله الموسم الجاي نقدر نحقق الاحسن من السنه دي. بدل احنا ماشيين بشكل تصاعدي يبقى ان شاء الله ان شاء الله احنا في الطريق الصح باذن الله. دوري وريان الحمد لله. وش حلو، الله يبارك لك. الحمد لله ربنا يخليك. شكرا لك. شكرا لك احمد. شكرا لاحمد حجازي، ومبروك الاتحادين، تغطيتها اليوم مستمره عريس. الحمد لله. مد الله الف مبروك الدوري، امانه من اللاعبين اللي قدمت شيء كثير، صبرت، انتقلت، عشت مغامرات، وانت لسه شباب، لكن اعتقد انك توجتها اليوم شيء جميل. الحمد لله والشكر. اول شيء احب ابارك الجمهور الاتحاد، لعشاق الاتحاد، الامانه اكبر تتويج الجمهور الاتحاد هو اللي يستاهله صراحه، لكن الحمد لله والشكر. في تغير في المستوى واضح، في تطور كبير قاعد تعيشه مد الله، ايش اللي ساعد على هالشيء؟ والله شوف كل لاعب له طموح ما في شك. جيت الفريق يبغى يحقق الشيء كثير ويفرح جمهوره، فالحمد لله جيت ومستحيل اني ابخل على هذا النادي باي قطره عرق صراحه. كيف تاقلمت مع اللعيبه والفريق بشكل كامل؟ والله ما بشك، انا زملاء اللاعبين يعني كلهم لاعبين كبار، وهذا اللي خلانا ادخل بالمجموعه بشكل اسرع. الصعيد الشخصي الحين بعد ما جبت الدوري الطموح وين؟ طموح، شوف انت لاعب كره قدم يجب ما يكون لك طموح او حد في الطموح، لازم تحارب على اقصى شيء ممكن، فاذا تبغى تصير لاعب كبير وتبغى تفرح جمهورك وجمهورك يحبك وجمهور ناديك، لازم الطموح ما يتوقف عند حد، صدقني. استاهل يا استاهل استاهل. الف مبروك مد الله، الف مبروك لمد الله العليا، اللاعب صراحه اجتهد على نفسه بشيء كبير جدا، مبروك له. نرجع لكم من جديد، واصل افراح الاتحاد. يعطيك العافية العزيز خالد العراف، واستاهل مد الله العيان كل هذه الإشادة. خلينا نروح لعبد العزيز الجميعة مستمرية، أحمد ومسعود معه. أحمد، إذا المشاهدين الكرام متواصلين في رصد الفرحة الاتحادية بتحقيق لقب بطولة الدوري. أحمد بامسعود نرحب فيك، بطولة هامة، بطولة غالية على كل الاتحادين، أخيرا حضرت البطولة بعد 2009. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك الجمهور أول شيء، وبارك الجهاز الفني والجهاز الإداري وأخوان اللاعبين أتوقع يستاهلون، وبارك الوالد والوالدة أتوقع إن شاء الله اليوم ما بيناموا من الفرحة. اللهم لك الحمد، أتوقع أن كنا نستحق البطولة من السنة اللي راحت،
بس قدر الله ما شاء فعل كل تأخيرة في أخيرة، ممكن دي السنة جبناها ورحنا للعالمية. في أول موسم تأتي للاتحاد وتحقق مبارياتها، ما تقدم نفسك بشكل جيد، تساعد الاتحاد أيضا في وقت ما كان بحاجة إلى اللاعب أحمد بامسعود كان حاضرا مع الفريق الاتحاد. أول شيء يعني هذه منظومة واحدة، وأنا خشيت معهم على طول، كان ابن النادي من أول. مع الفرحة ما أدري إيش أقول، بس أيوة، بس زي ما أنت شايف الحمد لله. توقع ما قدمت المستوى المعروف لدى جمهور الاتحاد 100%. إن شاء الله وعدهم الموسم الجاي أعطي كل ما عندي، اللهم لك الحمد، توفقنا وجبنا الدوري الحمد لله. كلمني عن قوة الدفاع الاتحادي اليوم بعد أنه خرج الاتحاد بكلين شيت، أصبح الفريق الاتحادي هو الوحيد الذي قدر أنه يحافظ على نظافة شباكة لمدة 18 مباراة كرقم تاريخي، إيش السر القوة الدفاعية اليوم؟ ما شاء الله هو الشيء، ما شاء الله تبارك الله. أتوقع عندك حارس كبير زي قروهي، وعندك في الدفاع أحمد حجازي، أحمد شرحيلي ما شاء الله، مد الله العيام، هنا الشنقيطي، زكريا ما شاء الله، وحمدان برضو، وأبو ثامر، عمر حساوي، طبعا نجوم ما شاء الله تبارك الله. اتوقع كلنا وما غير اللعيبه الثانيين اللي قدام كلنا منظومه واحده، مو بس اللي احنا ندافع، الفريق كله يدافع. انت وتشوف الحمد لله ممكن اول واحد يدافع في الفريق، اللهم لك الحمد، زي ما انت شايف اهم شيء اخذنا الدوري الحمد لله. مبروك، الله يبارك فيك. الله، شكرا لاحمد بامسعود، وارجع لكم يا شباب في الاستوديو.